السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. من الاستفسارات اللي جتني على الخاص يقول: هل الحجامة تنفع مع موضوع الوسواس؟ أنا لي نظرة من أول ذكرتها في مسألة التدخل الدوائي عموما، سواء كان تدخل يعني حبوب ولا كان مسألة حجامة وغيرها، أنها قد تخفف لكن هي لا تعالج تباشر المرض، وذلك لأن الوسواس والأفكار السلبية هي أفكار تدخل في العقل. ما في شيء تاكله يوخر الافكار، هو يهدئك، يكون عندك شيء من الطمانينه، البعد عن التوتر، لكن في الاخير الافكار لا تحل الا بالافكار. الان لو عندك واحد عنده افكار منحرفه، سواء كان مثلا الحاد او افكار ليبراليه او شيء من هذا، ما تقول له خذ دواء مكتوب عليها دواء تصحيح العقل ما يجي. انت تجي تجلس معاه تحادث وتاخذ وتعطي معاه، فهذا الاخذ والعطاء يغير من افكاره.